FM. الكل مليك. هو في كل المؤتمرات الأحزاب السياسية تقع دعوة رؤساء الأحزاب. احنا في نذكر في مؤتمر حركة النهضة في 2012 المؤتمر التاسع دعينا تقريبا كل الأحزاب السياسية فيهم اللي أغلبية متاحهم لبا والدعوة كانوا واخذوا فرصة حتى باش قدموا كلماتهم، وبالتالي ماهوش بدعة أنه يحضر الشيخ راشد في مؤتمر حزب كنداء. وكلمة أنه هذا جواز متعة إذا كان ممكن صح التقارب بين النداء والنهضة هو في الأوج متاعه واللي ممكن أثار بشكل كبير حتى داخل قواعد حركة النهضة، هو التقارب الأول في لقاء الشيخان سمية بين الشيخ راشد و سنة 2013 سنة 2013 لقاء باريس اللي حتى داخل حركة النهضة كان بالفعل نوع من الزلزال، لأنه انقل الصراع صح التعبير ونوعية الصراع بين حركة النهضة والتاريخ اللي بقاي لاصقنا وبقاي صاحبنا، تاريخ معناتها اللي مربوط بالفترة السابقة كلها. الكلمة ليك